مخططات مختلفة تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية وكتائبها الإلكترونية لإشاعة الفوضى داخل البلاد وهدم مؤسساتها. بس انت المرة الثانية قد يفهم من كلامك انك بتدعو الى هدم الدول وان الشعوب تتصدر المشاهد، ده الفوضى الخلاقة بقى والسيناريو الحبيب يطلع يقول لك الكلام. ما هو التعريف، التعريف الدولة تعريف حمادي الفعمان فيه تعريف خاطئ. الدولة لما قلت حضرتك حتى في التعريف علوم تعريفها في علوم السياسية، اسأل اي حد في العلوم السياسية هيقول لك الدولة اقليم وشعب ونظام. نعم. ان يكون النظام، ان يختزل مفهوم الدولة في النظام، الحقيقة يا سلامات ده أمر أنا بستغربه حتى من بعض المحسوبين علينا. يعني أن تختزل وتقول لي الدولة ومؤسسات الدولة وحفاظ على مؤسسات الدولة، ده مؤسسات دولة إيه؟ مؤسسات دولة اللي حافظ عليها، يعني حافظ على أمن الدولة. تزامن ذلك مع دعوة إطلاق الإخواني الهارب تامر جمال المعروف بعطوة كنانة من خلال ما سماه بالجوكر المصري لتكوين خلايا جديدة لإثارة العنف والفوضى داخل مصر. طريقنا صعب لكن إحنا اللي بنحفره، احنا اللي هنبدأه. علشان كده الخلايا، خلايا الأسود السبعات، محتاجة تدريب وتثقيف وثقافة مشتركة. هنتعامل مع بعض، بتواصل معاكم وتم التواصل بالفعل علشان تتم مرحلة الإعداد. وقتها قد إيه هيعتمد على كفاءة أبطالي وأسودي على الأرض. دعوات الجماعة الإرهابية لإشاعة الفوضى في مصر تلقتها قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب وتنظيماته المختلفة. وتفاعلاً مع هذا الوسم غردت غادة قائلة خدعوكم، فقالوا إن ثورة يناير كانت ثورة سلمية خالصة، لو كانت كذلك ما نجحت، لو ردينا العدوان وتناولنا القنبلة ورددناها عليهم واقتحمنا صفوف الأمن المركزي، ولو ما تصدينا لموقعة الجمل، ثورة يناير كانت سلمية خشنة ولذلك نجحت. وكعادة الجماعة الإرهابية وأرجوزاتها التي تحاول قلب المفاهيم، حيث تطلق على الإرهابيين القتلى لفظ شهداء وتعتبر مكافحة الإرهاب هجوما على الإسلام. والحرب على التنظيمات الإسلامية جزء أصيل من الحرب على الإسلام. ليس هذا فحسب، فتستمر لجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية في بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة لتشويه الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.